بعد رحلة لأكثر من 40 عاما في الأهلي، أحمد ناجي الحارس والشاعر والمدرب الذي صنع بصمة في حراسة المرمى، يضع تجربته وذكرياته كثيرة أمام محبي القلعة الحمراء. أحمد ناجي في ضيافة إسلام الشاطر يسأله عن حكاياته مع جوزيه والشناوي وجنش وعواد، وينتقل بين أسرار الإعداد لكأس العالم في روسيا ومونديال الأندية في اليابان مع الأهلي، وبين موهبته الشعرية وخبراته التدريبية. أحمد ناجي يطل على شاشة قناتكم قناة الأهلي الليلة الساعة 10 مساء على قناة الأهلي.